السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم مع درس من جديد من دروس اللغة العربية بعنوان قصة أثر. درسنا اليوم سوف نتحدث فيه عن معالم أثرية توجد في مصر، وهما الكنيسة المعلقة وقلعة قايتباي. زي ما احنا شايفين الكنيسة المعلقة وبجوارها في الصورة قلعة قايتباي، وسوف نتناول كل منهما بالتفصيل. هبدأ ان شاء الله الدرس بتاعي بالحديث عن الكنيسة المعلقة. طيب الكنيسة المعلقة هبدأ اتكلم عنها من حيث الموقع. الكنيسة المعلقة تقع في حي مصر القديمة، وكمان بتقع على مقربة من جامع عمرو بن العاص. يعني الكنيسة المعلقة موجودة في حي مصر القديمة وبالقرب من مسجد مين؟ عمرو بن العاص. خلي بالنا عشان السؤال بيجي في أكمل. زي ما احنا شايفين تقع الكنيسة المعلقة في حي مصر القديمة وعلى مقربة من مسجد مين؟ عمرو بن العاص. الروايات وآرائهم في الكنيسة المعلقة، إن هي أول رواية بتقول إن هي بنيت على أنقاض مكان احتمت فيه العائلة المقدسة أثناء السنوات التي قضوها في مصر هروبا من الرومان. يبقى العائلة المقدسة لما كانت بتقضي فترة في مصر هروبا من الرومان كانت بتحتمي في الكنيسة المعلقة. طب نتكلم عن تجديد الكنيسة. الكنيسة اتجددت مرتين، أول مرة في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد، والمرة الثانية في عهد الخليفة العزيز بالله الفاطمي. يبقى هي اتجددت مرتين، المرة الأولى في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد، والمرة الثانية في عهد الخليفة العزيز بالله الفاطمي. يبقى احط سؤال هنا، اقول متى تم تجديد الكنيسة المعلقة، او اذكر عدد مرات تجديد الكنيسة المعلقة. هاجي بعد كده اتكلم عن سبب تسميتها بالكنيسة المعلقة، لانها بنيت على برجين من الابراج القديمة للحصن الروماني، حصن بابليون. الكنيسة عندي مبنية على انقاض برجين من الابراج القديمة لحصن بابليون. وتعتبر الكنيسة المعلقة من اقدم الكنائس. ماذا تعتبر الكنيسة المعلقة من اقدم الكنائس؟ قال لك حيث دفن بها عدد من رجال الدين المسيحي في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين، ولا تزال توجد لهم صور وايقونات بالكنيسة تضاء لها الشموع. الرجال الدين المسيحي لهم صور وايقونات داخل الكنيسة حتى الان. اتكلم على الاثر الثاني وهو قلعة قايتباي. قلعة قايتباي هي قلعة موجودة طبعا في محافظة الاسكندرية زي ما احنا عارفين. هبدأ اتكلم عن مواصفات القلعة. اولا تاريخ القلعة، بنيت هذه القلعة في عهد السلطان الملك قايتباي. يبقى اتبنت في عهد مين؟ السلطان قايتباي. مكان منار الاسكندرية القديم، يبقى اتبنت مكان منار الاسكندرية القديم في اثناء العصر المملوكي. يبقى في اي عصر بنيت القلعة؟ في العصر المملوكي. مواصفات القلعة، هي عبارة عن بناء مستطيل طوله 60 مترا وعرضه 50 مترا، وتم الانتهاء من البناء بعد عامين من تاريخ الانشاء. يعني بعد عامين من تاريخ الانشاء انتهوا من بناء القلعة. يبقى يقول لك هنا صف القلعة ومتى تم الانتهاء من بناؤها. طيب انا اتكلم عن اهتمام بعض سلاطين وحكام مصر على مر العصور التاريخية بالقلعة. اول حاجة عندي هتظهر لي اهتمام العصر المملوكي بالقلعة، حيث اهتم السلطان كنسوة الغوري بالقلعة اهتماما شديدا. طب ايه مظاهر اهتمام الملك كنسوة الغوري او السلطان كنسوة الغوري؟ قالك ان هو زاد من قوة حاميتها وشحنها بالسلاح والعتاد. يبقى هو زاد من قوة حاميتها وشحنها بايه؟ بس بالسلاح والعتاد. وكده اهتم السلطان كنسوة الغوري في العصر المملوكي بايه؟ بالقلعة. هاجي بعد كده اتكلم عن القلعة واستخدام العثمانيون لها. استخدام العثمانيون القلعة في اول حاجة لحمايتهم، جعلوا بها طوائف من الجند والمشاة والمدفعية. يبقى هم وضعوا فيها طوائف من الجند والمشاة والمدفعية، لماذا؟ لحمايتهم. نأتي هنا في عهد محمد علي تولى تجديد اسوار القلعة. يبقى اول حاجة عملها محمد علي في عهده تولى تجديد اسوار القلعة.
وتقويتها وتزويدها بإيه؟ بالمدافع برضو حتى تكون حماية له. يبقى ماذا فعل محمد علي بالقلعة أو مزارة محمد علي بالقلعة زي ما احنا قلنا؟ طيب نيجي نتكلم عن لجنة حفظ الآثار العربية. قامت العديد من الإصلاحات والتجديدات في أسوار وطوابق القلعة. يبقى عندي لجنة حفظ الآثار أقامت العديد من الإصلاحات والتجديدات في أسوار وطوابق القلعة. يقول لك هنا أذكر مظاهر اهتمام لجنة حفظ الآثار العربية بقلعة قايتباي. هتقوله أنها قامت بالعديد من الإصلاحات والتجديدات في أسوار القلعة. طيب عندي هنا صورة كده بتوضح الاهتمام السلاطين مجملة. اول حاجة قلناها ان هو في العصر المملوكي اهتم السلطان طبعا قنصوة الغوري بالقلعة اهتماما شديدا، وقلنا ان هو زود من قوة حاميتها وشحنها بالسلاح والعتاد. تاني حاجة عندي ان العثمانيين استخدموا القلعة دي ايه لحمايتهم، فجعلوا بها طوائف من الجند والمشاة والفرسان والمدفعية. ظهر لي بعد كده اما تولى محمد علي باشا حكم مصر تولى تجديد اسوار ايه القلعة وتقويتها وتزويدها بالمدافع، وقد قامت لجنة حفظ الاثار طبعا بايه بتطويرها. في القلعة بنيت القلعة على مساحة قدرها 17,550 مترا، وهي عبارة عن مجموعة من الاسوار مقسمة على سورين من الاحجار الضخمة، ولها برج رئيسي يقع بالناحية الشمالية الغربية. قال لي صف القلعة اكون انا عارف الاجابة اللي هكتبها له ايه. البرج الرئيسي ده اللي بيقع في الناحية الشمالية بيتكون من ثلاثة طوابق مربعة الشكل، من كل ركن من اركانه الاربعة برج دري يرتفع عن سطح البرج الرئيسي، وقد بني البرج بالحجر الجيري. يبقى البرج عندي اتبنى بالحجر ايه الجيري. وتعد القلعة من اهم المناطق الاثرية المصرية التي يرتادها السائحون من مختلف بلدان العالم. ده استعرض معكم بعض معاني المفردات. كلمة حي هنا هي المنطقة والجمع احياء، يبقى جمع حي احياء. انقاض هي البقايا، الانقاض هي البقايا. ايقونات علامات وتماثيل، ايقونات هي علامات وتماثيل. احتمت اختبأت والعكس ظهرت، يبقى مضاد احتمت ظهرت. المقدسة اي الطاهرة والعكس المدنسة. عهد العهد هو الزمن والجمع عهود. القلاع الحصون والمفرد قلعة. فئات وجماعات والمفرد طائفة. بعض الأسئلة المجاب عنها نستعرضها سويا. أول سؤال بيقول ماذا تعني كلمة الحصن في الموضوع؟ الحصن هنا هو الموضع القوي المنيع. طيب تاني سؤال بيقول ما دلالة وجود جامع عمرو بن العاص بجانب الكنيسة المعلقة؟ يعني بيدل على ايه بناء الكنيسة المعلقة بجوار مسجد او جامع عمرو بن العاص؟ ده بيدل على تسامح الاسلام وعظمة مبادئه، وان المصريين كلهم نسيج واحد مسلم سواء كان او مسيحي، ودليل على الوحدة بين المسلمين والمسيحيين. يبقى ده دليل على الوحدة الوطنية بين المصريين سواء كان مسلم او مسيحي. السؤال الثالث، لماذا اطلق على الكنيسة المعلقة هذا الاسم؟ ليه سموها الكنيسة المعلقة؟ برافو عليك، لانها بنيت على برجين من ابراج حصن بابليون زي ما قلنا اثناء الشرح. طيب السؤال الرابع، اين تقع الكنيسة المعلقة؟ تقع الكنيسة المعلقة في حي مصر القديمة على مقربة من جامع عمرو بن العاص. بتقع فين؟ في حي مصر القديمة، وبتقع على مقربة من مسجد عمرو بن العاص. ننتقل الى السؤال الخامس. السؤال بيقول ما دلالة قضاء العائلة المقدسة عدة سنوات في مصر؟ يعني قضاء العائلة المقدسة دي عدة سنوات في مصر بيدل على ايه؟ طبعا ده دليل على تكريم الله لمصر ومكانتها الدينية والتاريخية. يبقى هنا ربنا بيكرم مصر بدليل ان العائلة المقدسة قضت عدة سنوات بها. السؤال السادس، متى تم تجديد خلفاء المسلمين للكنيسة المعلقة؟ الإجابة برافو عليك، تم تجديد الكنيسة المعلقة في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد، ثم بعد ذلك تم تجديدها في عهد الخليفة الفاطمي العزيز بالله. السؤال السابع بيقول على ما يدل تجديد خلفاء المسلمين للكنيسة المعلقة؟
يدل ذلك على تسامح الإسلام وعظمة مبادئ الإسلام ورعاية المسلمين لأهل الكتاب. السؤال الثامن: ما الذي تذهب إليه بعض الروايات في بناء الكنيسة؟ تذهب بعض الروايات إلى أن الكنيسة المعلقة بنيت على أنقاض مكان احتمت فيه العائلة المقدسة في أثناء السنوات التي قضوها في مصر هروبا من الرومان. طيب، من الذين دفنوا بالكنيسة المعلقة وما الذي يوجد لهم بها؟ دفن بها عدد من رجال الدين المسيحي في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين، وتوجد لهم بها صور وأيقونات تضاء لها الشموع. هاجي هنا لسؤال مهم جدا، بيقول: ما الذي قامت به لجنة حفظ الآثار العربية للقلعة الآن؟ الإجابة بتقول: قد قامت لجنة حفظ الآثار العربية بعمل العديد من الإصلاحات والتجديدات في أسوار القلعة وطوابقها. طيب، هنا ما واجبنا نحو آثارها؟ واجبنا أن نحافظ عليها ونرعاها ولا نتلفها، كما يجب علينا أن نحسن معاملة زوارها لكي تكون مصدرا حيويا للدخل القومي وإيجاد فرص عمل للشباب. أتمنى في النهاية أن تكونوا قد استفدتم بكم كبير بمعلومات عن هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.